هما خلينا نخدم فرش ديا لي لاصطو لي لاصطو لي لاصطو محكم تشوف فاتحة كم دقيقة حكم علينا القبطان تاع ارج ديا الماركة الثانية يا كمي فتح كل يصورنا قولهم تصور Thank you.
زكي يا رواد يا رواد تقابا انت يا امي راسك طيب صور صور لي يا اخوي خلاص انت صورتها اذا نعود الى الشوط الثاني والمباراة دائما هدف مقابل صفر. كانت كرة ثابتة لصالح الشباب، تغييرات بالجملة في هذه المرحلة الثانية بدخول كل من العمري حداد كابينغا بالخير وبن عيادة وعروسي وخروج العديد من اللاعبين الآخرين أمثال بالجلالي وكذلك بالقسمي. إذن دائما هدف مقابل صفر لصالح فريق شباب قسنطينة أمام فريق اتحاد خنشلة. الكرة للعمري، العمري إلى ممتازة وهدف يضيع على فريق شباب قسنطينة من عبد الرحيم كابينغا بعد كرة ضاعت من جانب الشباب بعدما كانت ممتازة من بالخير. بالخير عنده كرة مباشرة بدون شك، بالخير راح يضرب الكرة وتضيع. فريق شباب قسنطينة يريد اللعب على نقاط مهمة في المباراة. نذكر بأن جمهور عريض وكبير هنا بملعب بن عبد الملك بوسط قسنطينة.
صفر مقابل صفر. حداد ممتاز بعدما الكرة عند بالخير 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 بفتحت عرضية ممتازة بالخير. الحكم يقول حتى شيء، يعطي الأفضلية للمولودية أو الاتحاد خنشلة الأزرق. هذا اللون الأزرق هو لون مولودية شباب قسنطينة يبدو لي كذلك. ها مولودية قسنطينة اتحاد خنشلة الوان التاريخية لشباب قسنطينة الأكحل والأخضر. الكرة لبن عيادة، بن عيادة ربما راح يضرب بن عيادة، لا يفضل يبررها إلى بالخير بالخير، وتبقى الكرة دائما عند شباب قسنطينة مباشرة للعمري. العمري ممتازة ما بابا العمري يضيعها بعد ما كانت خثير خثير ترجع له ترجع له خثير إلى سلة سلة خثير خثير العمري العمري خثير خثير زعلاني زعلاني عروسي اللي يحمل شارة القائد مباشرة إلى بن عيادة بن عيادة في الرواق إلى بالخير. ترجع الكرة تبادلات كروية طويلة عرضية بين عناصر فريق شباب قسنطينة لحد الآن في هذا العشر دقائق الأولى من المرحلة الثانية. الكرة لي بالمختار بالمختار يدخل إلى الوسط، ماذا يفعل بالمختار؟ يراوغ ممتازة الهدف الثاني ضيع على بابا واش ضيع بالمختار واش ضيع بالمختار في هذه اللقطة الممتازة واش ضيع بالمختار في هذه اللقطة الممتازة. الكرة تبقى إلى اللاعب حداد حداد والهدف يضيع مرة ثانية. العملي هدف يضيع مرة ثانية من حداد بعدما استقبل كرة عرضية بالمختار. يراوغ يتقدم كان ممتاز في هذه اللقطة الجميلة، تجاوب كبير من لاعبي فريق شباب قسنطينة وممتازة أيضا من فريق اتحاد خنشلة. ذكر بأن ليمان كان قد أخذ مكان رحماني. المباراة تتواصل في أجواء رائعة أجواء جميلة. كرة لي بالخير والحكم يقول لا، يترك الأفضلية وليس تسلم. مباراة لحد الآن جميلة طبعا. راح يدخل عيشي في مكان بالمختار بدون شك، لأن عيشي يلعب كلاعب رواق بالإضافة إلى لعب بالمختار وكذلك اللعب بالخير وكذلك لعب بالقسمي. يعني هناك العديد من المناصب المتعددة بالنسبة للشباب. إذن لحد الآن عشنا لقطات جميلة والجمهور يتجاوب بشكل كبير وجيد مع اللاعبين مباشرة بعد اللقطات الجميلة هو أهزيج والأغاني الجميلة على مدرجات هذه مباراة ودية تحضيرية. فكيف ستكون المباراة الرسمية في أجواء جميلة جدا؟ نعم إذن راح يكون هناك تغيير بدخول عيشي وخروج بالمختار كما قلنا، يلعب حوالي 10 دقائق أو ربع ساعة. إذن عيشي يدخل في مكان بالمختار. ها هي الأغاني الجميلة التي يحبذها ويحبها عشاق الشباب مباشرة إلى حداد. يا ضربة جزاء بدون شك، لا يتردد الحكم عن منح ضربة جزاء لفارح شباب قسنطينة. ضربة جزاء جميلة بعد المراوغة والتمريرة والأجواء الجميلة التي نعيشها بمدرجات. نطلب من صاحب الكاميرامان أن يوجه إلى الجمهور العريض في المدرجات، لأن هناك أجواء جميلة وفرحة كبيرة بلاعبي فريق شباب قسنطينة
إذا الشباب من خلال هذه المباراة، إذا هدف مقابل صفر حتى الآن لصالح فريق شباب قسنطينة أمام ضربة جزاء راح ينفذها كابينغا عبد الرحيم، وضربة جزاء يسجل الهدف الأول له في المباراة. إذن تشجيعات من أنصار شباب قسنطينة على اللعب كابينغا، هكذا هم أنصار شباب قسنطينة إلى لاعبيهم، يحبون لاعبي الشباب. إذن المباراة تتواصل، هدفين مقابل صفر لحد الآن، النتيجة لصالح شباب قسنطينة. الهدف الأول سجلوا بالجلالي، والهدف الثاني سجل من طرف اللاعب كابينغا عن طريق ضرب جزاء بعدما ارتكبت المخالفة على اللاعب حداد. الكرة لي بالخير، رائعة فعلا نعيشها بملعب بن عبد الملك، أجواء ممتازة وجيدة ورائعة، أتمنى أن تكون أيضا في المباراة القادمة أمام أوبو بوبو. الهدف الثالث وضيع، الهدف الثالث وضيع من جانب الشباب، جانب الشباب. هذه ركنية ينفذها عيشي، عيشي ركنية لصالح شباب قسنطينة عن طريق عيشي، والهدف الثالث علاني ممتاز علاني في هذه الكرة، ارتقاء جيد وكرة جميلة وهدف رائع، هدف ممتاز على طريقة الكبار، على طريقة لاعبين الذين يحبذون الكرات الثابتة والرأسية. ثلاث أهداف مقابل صفر هي نتيجة جيدة ورائعة لصالح شباب قسنطينة. طبعا من الناحية المعنوية ليس إلا، هذه الأشياء الجميلة، كذلك من الناحية الهجومية أنك تسجل ثلاث أهداف يعني شيء جميل جدا. إذا الكرة، الكرة المباراة نتمنىها تتواصل، تتواصل بشكل جميل وجيد. طبعا هذه كرة القدم، حلاوتها في الأهداف، في الأهداف طبعا، حلاوتها في الأهداف وكذلك اللعب الجميل.